إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله، واعلموا أن التقوى هي وصية الله جل وعلا للأولين والآخرين. قال الله جل وعلا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. عباد الله، إن من أعظم نعم الله عز وجل على خلقه وعباده انشراح الصدور وطمأنينة القلوب، ذلك أن الإنسان بأمس الحاجة إلى ما يلين قلبه ويشرح صدره ويجعل الراحة تتسلل إلى باله. فقد امتن الله جل وعلا على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: ألم نشرح لك صدرك؟ ألم نشرح لك صدرك؟ نعم عباد الله، إنه انشراح الصدور وطمأنينة القلوب. وقد بيّن الله جل وعلا في كتابه، وبيّن رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، أسباب انشراح الصدور وطمأنينة القلوب. فمن ذلك يا عباد الله، ومن أعظمها وأجلها وأكبرها، الإسلام والإيمان. فمن وفقه الله جل وعلا للإسلام والإيمان فقد وفق لنعمة عظيمة، وحصل منة جسيمة. قال الله جل وعلا: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. ولذلك الذي يعيش هذا الإسلام والإيمان فإنه منشرح الصدر، مرتاح البال بإذن الله جل وعلا. ذلك أن المؤمن يعلم دوره في مسرح هذه الحياة، ويعلم إلى أين سيصير، ولذلك يعيش طمأنينة لا حدود لها. كذلك عباد الله، من الأسباب التي تكون سبباً، أو من الأمور التي تكون سبباً من أسباب انشراح الصدور وطمأنينة القلوب، الصلاة التي هي الركن الثاني من أركان الإسلام ومبانيه العظام، فرضها الله جل وعلا ليلة الإسراء والمعراج 50 صلاة في اليوم والليلة، في إشارة إلى عظمها ومكانتها عند الله. ثم خففها الله جل وعلا إلى 5 صلوات. قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: هي 50 بالفعل 50 في الميزان، ما يبدل القول لدي. ولذلك الصلاة يا عباد الله سبب من أسباب انشراح الصدور وطمأنينة القلوب. يقول الله جل وعلا: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. وقد ترجم هذا نبينا صلى الله عليه وسلم ترجمة عملية، فكان إذا حزبه أمر يعني أهمه وأقلقه يقول لبلال: أرحنا بها يا بلال. أرحنا بها يعني بالنداء إلى الصلاة. فالمسلم الذي يمر بأزمة أو بقلق فليلجأ إلى الصلاة. وبطبيعة الحال اللجوء إلى الصلاة يكون بإقامتها، باستحضار النية وإصلاح الطوية، والإتيان بشروط وأركان الصلاة.
وباستشعار أنه بين يدي الله عز وجل، وأن الله مطلع عليه، ناظر إليه، يرى مكانه، ويسمع كلامه، ويعلم سره ونجواه جل وعلا وتقدس. كذلك عباد الله، من أعظم أسباب انشراح الصدور ولين القلوب ذكر الله جل وعلا. قال الله جل وعلا: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فذكر الله جل وعلا دواء للقلوب القاسية، ذكر الله جل وعلا بلسم للصدور الحرجة، ذكر الله جل وعلا مظلة يستظل بها من يمر بأزمة أو بقلق أو بأي أمر من أمور الدنيا التي تكدر حياته. ولذلك ربنا جل وعلا أمر بكثرة ذكره، قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. والمعنى أنك تذكر الله جل وعلا ذكرا لا حدود له. وقد امتدح الله جل وعلا الذاكرين فقال: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. والمتأمل لكتاب الله جل وعلا يجد بأن ذكر الله سبحانه أخذ مساحة كبيرة من كتاب الله جل وعلا. والناظر في قصص الأنبياء يجد بأنهم كانوا يلتزمون ذكر الله جل وعلا على كل حال. وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم، تقول عائشة: ما كان يحجبه عن ذكر الله شيء، ما كان يحجبه عن ذكر الله شيء. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله من أعظم الذكر لله جل وعلا. كذلك قول أستغفر الله، أستغفر الله عند الأزمات وعند ضيق الصدور وعندما يمر الإنسان بالقلاقل والمشاكل، يلجأ إلى ذكر الله جل وعلا، فيبدد الله جل وعلا هذه الأحزان ويذهب هذه الهموم والغموم والآلام. كذلك عباد الله، من الأمور التي يشرح الله جل وعلا بها الصدور ويلين بها القلوب الرحمة، الرحمة بالخلق في كل صورها، من ذلك مسح رأس اليتيم ومد يد المساعدة إلى الفقير والمسكين، فإن مردودها على القلب والصدر عظيم. ولذلك شكى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه، فقال له: أطعم المسكين وامسح رأس اليتيم، أطعم المسكين وامسح رأس اليتيم، إنه دواء من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل من يعاني قسوة في قلبه وضيقا في صدره وجفافا في مشاعره، أن يمسح رأس اليتيم وأن يمد يد العون إلى الفقير والمسكين. الحديث له بقية، أرجئه إلى الخطبة الثانية. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وعلى من بأثره اقتفى إلى يوم الحشر والمنتهى. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله، وانظروا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تجدون فيها الشفاء التام بإذن الله جل وعلا من كل الأمراض القلبية والصدرية والروحية والفكرية والمادية والاجتماعية والأسرية. بل إن الله جل وعلا جعل القرآن شفاء للناس، قال جل وعلا: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ويقول جل وعلا: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وحينما نلجأ إلى كتاب الله جل وعلا ونقرأه آناء الليل وأطراف النهار، نجد سعادة لا حدود لها،
وطمأنينة بال لا نهاية له. كذلك عباد الله، جميع أعمال البر والخير والإحسان تندرج تحت هذا الأصل العظيم من بر الوالدين وصلة الأرحام وإكرام الضيف وحسن الجوار وغير ذلك من الأعمال الصالحة التي جاءت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن فيها الشفاء التام بإذن الله جل وعلا. ولذلك تجد من الناس من يعيش سعادة وهناء عجيبا وقد لا يعلم السبب، والسبب كامن في هذا العمل الصالح. كمون النار في الزناد، فاقدح زناد من شئت ينبيك شرره عما في زناده. فالله الله يا عباد الله، بالالتجاء إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع الأمور والشؤون والأحوال يصل الإنسان بإذن الله جل وعلا إلى السعادة المنشودة في الدنيا والسعادة الكاملة التامة عند الله جل وعلا في الآخرة. هذا، وصلوا وسلموا على النبي المصطفى والرسول المجتبى، إذ أمركم الله جل وعلا بالصلاة والسلام عليه فقال وهو أصدق القائلين: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر عبادك الموحدين، واحم حوزة الدين، واجعل يا ربنا هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء الرخاء، وسائر أوطان المسلمين يا رب العالمين. اللهم وفق إمامنا رئيس الدولة ونائبه وحكام الإمارات، اللهم وفقهم للبر والتقوى، اللهم وفقهم للبر والتقوى، اللهم وأصلح لهم البطانة يا رب العالمين. اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.